قام يوم الخميس 8 ديسمبر وزير السكن والمدينة بزيارة ميدانية إلى ملعب دويرة الذي يعرف نسبة تقدم أشغال جد ملحوظة. زيارة العمل استهلت بتفقد الملعب الرئيسي حيث تم الانتهاء من الكتامة أو أشغال وضع المادة العازلة للمدرجات العلوية منها وكذا السفلية، أين أسدى الوزير تعليمات بالبدء الفوري في تركيب الشاشتين العملاقتين وتثبيت الكراسي المقدر عددها ب40,000 مقعد مع الانتهاء من تركيب السياج والأرضية. ثم تفقد بعد ذلك أشغال التهيئة الخارجية المحيطة بالملعبين، بلغت نسبة الإنجاز الهندسة المدنية 100% والمتمثلة في المدرجات، جدران الإسناد، الأنفاق 3 والنفق التقني. النفق الأول خاص بكبار الشخصيات والمقدر طوله ب 45 متر، استوجب صب خرسانة مسلحة مقدرة ب 2850 متر مكعب. النفق الثاني المخصص لحماية المدنية والبالغ طوله 130 متر والذي استوجب صب 1235 متر مكعب. أما النفق الثالث المخصص لخروج أعوان الحماية المدنية البالغ طوله 60 متر فقد استوجب صب 880 متر مكعب من الخرسانة المسلحة.